النادي الاهلي النهارده خط تدريبه الختامي على ارضيه استاد القاهره، والحقيقه التمرين كان بحاله من التركيز الشديد جدا 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 زي ما انتم شايفين. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لم يترك الفريق لحظه، ودي لقطات حصريه لحضراتكم عبر حارس الاهلي من شاشه قناة النادي الأهلي، وبدأ الجميع في مصافحة رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، بدأوا بيحيى عطية الله، وحتى تلاقي القلق الصحي على الكابتن محمود الخطيب ودي الأستاذ وليد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لاستاد القاهرة، الكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي، وحوار ودي مع كابتن محمود الخطيب، والاهتمام دائما وابدا هتلاقي كل وسائل الاعلام حوالين النادي الاهلي، مش وسائل الاعلام المصريه فقط بل والعالميه التي تراقب وتتابع هذا الحدث الكبير. الحقيقه حسب ما علمنا يعني ان الكل الحمد لله في حاله طيبه وفي حاله جيده، وانه كولر في حيره في اختيار الفريق اللي هيبدا بيه المباراه. إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقه للاختيار الصحيح للتكتيك الصحيح، لكن معلوماتي إنه كولر مركز جدا جدا، تدريب امبارح وتدريب النهارده في كتير جدا من التكتيك، في كتير جدا من التركيز، في كتير جدا من الملحوظات من كولر للاعيبه. أدي كهربا منور التمرين، وادي كابتن الخطيب، وادي الجهاز الفني والجهاز الاداري واللاعبين ابنائنا اللي ان شاء الله باذن الله كل الامال معقوده عليهم. كنت بتكلم امبارح انا والكابتن محمود الخطيب، الراجل مهتم جدا جدا بالمباراه وعنده امال كبيره جدا في الفوز، مش لجوائز ماديه ولكن للقيمه التاريخيه للنادي الاهلي وللقيمه التاريخيه لهذا اللقاء. الكاميرا اللي مركزة مع كل نجوم الفريق ومنهم محمود كهربا وإمام عاشور وحسين الشحات وأكرم توفيق ووسائل الإعلام المختلفة، الحراس الأربعة الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف أفشة والخطيب، كلها لقطات حصرية لينا احنا بتشوفوها حضراتكم. رضا سليم وحوار ودي ودكتور وفائي طبيب الفريق، وادي اشرف داري الحمد لله اطمنا على سلامته، امام عاشور بدا يستعيد مكانته ومهارته وفورمته، زي ما قلنا البعض احيانا بيجي له ماتش اتنين تلاته اربعه ما بتكونش الدنيا ماشيه معاه، لكن يظل النجم نجم كالعاده. كولر بيجمع اللعيبه في وسط الملعب، وبعد كده بيروح الشناوي وشوبير وحمزه ومخلوف مع ميشيل يانكون، بعد كده بتبدا الجمل التكتيكيه، وكما هي العاده المباراه او اليوم اللي قبل المباراه بيبقى عباره عن تدريب خفيف محمد رمضان والخطيب.